FM. الكلمة ليك. اون بريوريتي بالنسبه للنظام السياسي انا حسب رايي هي بوتيتر تقديم الرئاسيه على الانتخابات الرئاسيه على الانتخابات البرلمانيه. ممكن هذه تعطي حتى كيف يكون رئيس معناها منتخب يكون عنده هو باش يختار الحكومه ويكون عنده معناها اغلبيه برلمانيه واضحه. يمكن هذيك يساعد على انه تكون فما اغلبيه برلمانيه. يعني الانترينمون اللي ينتخبوه رئيس ينتخبوه بعد تجربوه الديمقراطيات الاخرين ويسهل بعد عمليه الحكم، لانه اليوم العقليه نتاع التوافق هذايا هي اللي قاعده ياسر ترجع في الامور صعيبه حسب اعتقادي، وقاعد يقلق في الاطراف السياسيه الكل. فما هيمنه اليوم نتاع التوافق اللي موجود ما بين زوز الاحزاب الاولى. الكلمة ليك.